دل ولا بروح ولا يا تاريخ دل ولا بروح ولا يا كيد سيد دل كجيبوتي الله حفظا تاريخ دي سيانتي دي سي. قربنا كهل سكوبن دل ولا بروح ولا يا تاريخ دل ولا بروح ولا يا كيد سيد دل كجيبوتي الله حفظا تاريخ دي سيانتي دي سي. اسماعيل عمر جيله مدحينا جيبوتي اسمها جمهوريه جيبوتي ميل والبوكتيري وكدسي منا او هلمامين تاريخ دل ك الا اوريو او لا ادكيه وها تصار يغو فيلان بان ليهي وها او دسي او كيناي ان لا سميهو حارون ويا قانون أرشيف ناسورال واه ميل قرح بدن ولا قد سي بلبل ولا ركتين ماشا واح الورد السابع هيد وهدف سياسي وفي شقي بتبدلها جيبوتي حيركو واح أو دقايا باسمها حارون تاسي أرشيف كبكال لسي هيد ولا بقو دولدد إن أي جيسو كايد كي قرنكا هالكا لغو أوريو أو لغو الصغو محاي يلي وحاجة تلا سومالي دو واري ميشي دي وراكاهرو waxaan ka hadlayaa waa arshiifka wadanka waxa la wadaagaya guudaha reer Djibouti madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti marka la isku wada geeyo hay'adii dawladda ugu horeysay ee shaqo weyn qabatay ee diyaarisay keedkeegi dhawaana insha Allah geyn doonta keedka qaranka Djibouti waxa ugu horeysa madaxweynada jamhuuriyadda Djibouti Soomaalidu waxay tiraahdaa madax meel ka sareysa ma jirto hanbal yaba leenahay shaqo culus shaqo tacab badan shaqo waqti dheer qaadatay ayaa la soo galay milaheegii madaxda dawladda dhawaan kaydka madaxda jamhuuriyadda Djibouti oo ah halbowlaha qaranka Djibouti hadda uu sugan yahay Allah amrigiisa dheereeyay hawshaas waxa amarka bixiyay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele shaqadana waxa si wanaagsan u gutay waaxda loo yaqaan SDG وحوغهينت حكومة جيبوتي وهقاميو ألمس محمد عبد الله أنا أقول نيوال بو مزولة أو شقاقة بنا يوان شاقينا وان تلمامينا وان حسينا وحي دالك وشقينا يوان لشقينا وحي جعل مدحوينها وان لشقينا وحان لأن ألمس محمد عبد الله حوغي يقود حكومة جيبوتي يدمان شقالاك شقيا حوغهينت حكومة جيبوتي هنباليو شقوين با لسوق ابتاي مليهجين دوان با لاركي دونا waxay noqon doontaa hay'adii dawladda ugu horeysay ee keedkeega qaada ee geysa xarunta loo yaqaan arshiifka soomaaliga ku taala degmada Balbala oo dhismaheeda dhowr sano ka hor la furay madaxweynaha Djibouti oo dhisay in dadawal ku dheeraan maayo kan hor dhici maayo insha Allah dhawaan badalki doontaan waxa aan sheegayo oo ah itus oo taabsi hanbal yaba leeyahay guud ahaan qarankan Djibouti ee hore u socda ee ka yahay sidka madaxweynaha Ismaaciil Umar Geele حسين عمر وصل تي في جيبوتي ورصعوها جيساني نوجوك يبتقاها جوك
وانشر في الخبر كلنا إيوشي علينا سبيا مطر مستشفيات بالجامعات شافوها البشر أنقذت مشروع طويل خط القطار وبنيت فوق الجبال فوق الجبال والبحار ما نريد غيرك وهذا آخر قرار أبا هجبوتو هذا وانا قجعلو وصوت جيدا سمهي جيتك قوش أبيقا هي نوجوك ورصعو هجيساني نوجوك يبتقى هجوجيني نوجوك جيرونا ساقين هكو جوغا قاري نوه نوجوك نوجوك أبا قيل نوجوك أبا هجبوتو هذا وانا قجعلو وصو جيدا سمهي جيتك قوش أبيقا هي نوجوك ورصعو هجيساني نوجوك يبتقى هجوجيني نوجوك جيرونا ساقين هكو جوغا قاري نوجوك نوجوك أبا قيل نوجوك نعبكي هجبئي نوجوك وشذاكو جعلي نوجوك حويكا كجعلي نوجوك إسماعيل عمر قيلو نوجوك نوجوك أبا قيل نوجوك نعبكي هجبئي نوجوك وشذا كجعلي نوجوك حويكا كجعلي نوجوك إسماعيل عمر قيلو نوجوك نوجوك أبا قيل نوجوك